صباح الخير مشاهدينا الكرام. العلاقات الاجتماعية هي العامل الأساسي لنجاح المجتمع، إذ أن العلاقات الاجتماعية هي أهمية كبيرة في حياة الأفراد، وتقوم العلاقات الاجتماعية على بناء روابط حسنة بين الناس. فما هي هذه العلاقات في حياة الأفراد وكيف تنعكس على صحتهم النفسية؟ هذا ما سنعرفه مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة فاطمة وحيدي. صباح الخير. صباح النور. بالبداية خلينا نتكلم عن الأشخاص وكيفية تكوين العلاقات الاجتماعية. طبعاً الأساس من تكوين العلاقات الاجتماعية أن الإنسان بطبعه اجتماعي ويأنس مع غيره، وأساس التواصل الإنساني قائم أساساً على العلاقات الاجتماعية. مثال يعني اللي حاصل في أزمة كورونا، العزلة والتباعد الاجتماعي مسبب حق الناس نوع من الحزن والألم، فالإنسان ما يقدر يعيش من غير علاقات وتواصل مع البشر. هو يعني بشكل عام وبطبيعة الإنسان هو إنسان اجتماعي، لكن في 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 وسائل يعني أمور خففت علينا العبء هذا، إنه يعني سهلت مثل ما ذكرت، سهلت هذا مثل التليفونات، يعني تواصل التواصل الاجتماعي بشكل عام يعني سهل علينا الأمر هذا. لكن خلينا يعني نحصر هذا الأمر بإطار أو تنظيم العلاقات الاجتماعية. شلون راح يعني نقدر ننظم هذه العلاقات الاجتماعية؟ طبعاً تنظيم يعتمد على حجم المجموعة أو حجم العلاقة الاجتماعية. يعني مثلاً التنظيم في المجموعات الكبيرة يكون على أساس مثلاً الانتماء، على أساس أهداف مشتركة مثلاً تبي تحققها هذه المجموعة، تطلعات معينة مثلاً تبي تسويها، على أساس مثلاً مجموعات صغيرة مثل مجموعة العائلة، مجموعة الأصدقاء، تكون تتنظم على أساس العطاء، الأخذ والرد مثلاً، التبادل، يعني يكون في تبادل في الأخذ والعطاء، يكون مثلاً على أساس الحب، يكون تكون العلاقة وتنظيم العلاقة. طبعاً أكيد ما ننسى قيمة الاحترام، لازم تكون موجودة، التقبل، تقبل الآخر، تقبل أخطائه، فهذا الأساس التنظيمات، فتعتمد على كل المجموعة وشنو أهدافها يعني. وحسب المواقف ممكن تكون. حسب المواقف وشنو أهداف هذه المجموعة. يعني. طيب في يعني في بعض المواقف تصير حق يعني بعض الأشخاص، مثل مثلا تعامل مع شخص في مرة واحدة، ممكن نقدر نقول موقف مر على شخص مرة واحدة فقط، هل هذا يندرس تحت مسمى العلاقات الاجتماعية أو أن العلاقات الاجتماعية لها منحنى آخر ممكن؟ لا، العلاقة الاجتماعية العلاقة المستمرة، اللي يصير في مثلا الصدفة أو من يعني مثلا على قولتك عابرة تكون العلاقة، هذا يسمونه تفاعل اجتماعي، أني أنا أتفاعل مع البيئة اللي حواليني، أن أخذ وأعطي مع الأشخاص بس ما كونت معهم علاقة، حتى لو أن علاقة سطحية، حتى يعني ما كونت معهم، فهو هذا تفاعل أكثر ما هو علاقة. أكيد طبعاً. أكيد. طيب هل يعني نقدر نقول مثلاً الهدف من تكوين علاقات اجتماعية مختلفة على مثلاً يعني بشكل كبير نقدر نقول، هل له هدف معين لي أو للشخص نفسه؟ طبعاً هو الهدف إنه هو يبي يشعر إنه هو مهم، يبي يشعر إنه هو عنده انتماء حق مجموعة، يبي يشعر إنه هو مثلاً مو بروحه، فهذه أهمية العلاقة. الاختلافات إن الإنسان فضولي ويحب يكتشف الآخر ويحب يتعلم من الآخر، فالاختلاف في العلاقات يعطي تنويع، يعني تنويع في الثقافات، في الذوق، في الرأي، فياخذ الأمور اللي هو محتاجها من هذه العلاقات، هو شنو يبي من هذه العلاقة، ممكن يستثمرها بشغلات ممكن تفيده. أكيد يستثمرها في أمور مثلا، يعني مثلا إذا كان في باله مثلا يطور شغلة بحياته، مشروع معين مثلا في مجال معين، ممكن مجال مقبل على زواج، مقبل على وظيفة، مقبل على أي شيء جديد، فالتنوع في العلاقات يعطي أكثر
أكثر من رأي، يعطي أكثر من خبرة، ومنها يكون له رأيه الخاص أو انطباعه الخاص. يعني ياخذ من، نقدر نقول من كل علاقة شوية شوية، وكم يقدر يكون يعني نظرة جيدة حول أي موضوع إن كان. سواء طبعا كان على، وبالنهاية الرأي الخاص هو اللي يعني يغلب على هذه الآراء، بس إنه يكون على الأقل ماخذ فكرة. أكيد. طيب بس في بعض الأشخاص ممكن يعني مع اختلاف يعني العلاقات الاجتماعية أو كثرتها، ممكن يمكن البعض، طبعا ما أقول يعني كلهم مزينين أو حتى نقول البعض منهم، هل ممكن هذه العلاقات أن تؤثر على سلوك الفرد؟ العلاقات الاجتماعية يعني، مش مثلا أنا حالي اليوم مثلا كونت علاقات اجتماعية سواء كان من موقف معين أو من دوام معين أو حتى من دوانية نقدر نقول. في بعض الأشخاص طبعا أكيد مو كلهم نقدر نقول أنهم إيجابيين على الأقل، لكن البعض منهم ممكن يكون نظرته سلبية لشغلات معينة، هل هذه السلبية تؤثر على سلوك الفرد؟ طبعا احنا نتأثر في غيرنا ونتأثر في سلوكيات غيرنا، هذه طبيعتنا. وعلى قولتهم في بالعلم الاجتماع في تعبير اللي هو اسمه المعاملة بالمثل، يعني انت كثر ما انت تكون مثلا لطيف مع الشخص وحبوب، فهو يضطر لا اراديا او لا شعوريا انه هو يعاملك بلطف. والعكس صحيح، لما انت تعامله في طريقه مثلا ناشفه او جافه فهو هم راح يرد. فاكيد هذا كله تحت التاثير الاجتماعي. لما انا شخص مثلا يكون سلبي وما له خلق بتاثر، بيصير هم يعني احساسي نوعا ما اخذ منه طاقه يعني سلبيه وبيضيق خلقي وبتاثر. فهذا هو التفاعل الاجتماعي وهذا التأثير الاجتماعي. يعني نقدر نقول الحين في علاقات تكون مثلا ضارة وفي علاقات نافعة، لكن أكيد. شلون نقدر نفصلهم مثلا؟ أنا أشوف كل العلاقتين لهم فائدة. أول شيء الضارة راح تعلمني منو الأشخاص اللي يناسبوني، راح تكون اختياراتي بالمستقبل أفضل. لما أنا أدش بعلاقة ضارة، علاقة مثلاً ضيعت علي فرص ممكن أنا استثمرها وتكون أحسن في حياتي، فأتعلم منها أن من الشخص اللي أنا أعطيه قيمة وأعطيه قدر وأدخله حياتي، فيصير خبرة أكثر بالناس. العلاقات الضارة تعلمك كثر ما أنت أدش فيها وتخطئ، تعطيك خبرة أكثر بالناس، تعرف منو اللي تعطيه مثلا 10 من 10 ومنو تعطيه 5 من 10. كل شخص أو كل علاقة لها درجة، لها تقييم ولها درجة أكيد. طيب في بعض العلاقات أو بعض الأشخاص ممكن ما يحط حدود لهذه العلاقات الاجتماعية، فهل لازم يكون في حدود ما بين مثلا شخص وآخر ولا الكل نفس الطريقة؟ يعني بهذا الصياغ يعني لا، أكيد هو في حدود وفي خطوط حمراء المفروض أن الشخص ما يتجاوزها. شلون أقدر أعرف؟ أي الشخص إذا كان مثلا يبي يتجاوز، يدخل في أمور مثلا خاصة أو شخصية، أو هو أنت ما راح تقدر تغيره. مثل ما قلنا دائما أنا أقول أنت ما تغير الناس، بس تقدر أنت تغير أو تتحكم في نفسك. مثلا أنك يعني بكل لطافة أو لباقة أن هذا أمر يعني لي أو أمر شخصي وما أحب أحد مثلا، أو ما أحب أتكلم فيه، أو مثلا أن أجله وقت ثاني في كل لباقة يعني. أقدر أحط حدود، أقدر أحط حدود هذا الشخص. إذا في أشخاص يسألون واجد، في أشخاص يستحون أنهم يردون، ومعرات كل الأسئلة هذه حيل شخصية. هذا الشخص اللي يسأل وأنا مثلا صديته أول مرة، رد سأل مرة ثانية، رد سأل مرة ثالثة، فهو مو مشكلتي. هذا يعني مشكلته انه هو ما يتعلم من الدرس، بس انا بالنهايه حاطه حدودي. انا ارسم حدودي، ارسم حدود علاقاتي، ادري منو. يعني كل علاقه لها حدودها، في علاقه تكون قريبه جدا، وهم الانسان يحتفظ في مساحته الشخصيه، له الحق انه يحتفظ في مساحته الشخصيه، وفي علاقات تكون متوسطه، وفي علاقات تكون سطحية نفس مثلا علاقات زملاء العمل، يعني تكون محدودة في العمل نفسه.
أكيد طبعًا. بالنسبة لي يعني هذه العلاقات اللي ذكرتيها في أكثر من علاقة وأكثر من طريقة، سواء كان زملاء عمل أو حتى في يعني في بشكل عام بحياتي اليومية، هناك الكثير من العلاقات اللي صادفها. لكن في بعض الأشخاص إن علاقتي فيه تكون لمدة طويلة من العمر، وفي أشخاص تكون لحظية. إيش معنى هذا؟ يعني استمر معي طول العمر وهذا صارت فقط بالموقف نفسه نقدر نقول. أول شيء العلاقات اللي تدوم دائما تكون علاقات غير مشروطة. يعني مو أنا أبي يتغير عشان يكون صديقي، أو أبيها تتغير على مزاجي عشان تكون صديقتي. أتقبلها وأحبها مثل ما هي، وهي تحبني وتقبلني مثل ما ما أحاول أغير منها ولا تغير ولا تغير مني. وثاني شيء هذا العلاقة لما تكون غير مشروطة تستمر أكثر، زائد إنه لما الاثنين يمرون في عثرات أو يمرون في مشاكل لابد أن يكون في حوار، في انسجام فكري وروحي بينهم، أن يقدرون يكون في أرضية مشتركة أنهم يتفاهمون عليها وأنهم يوصلون لحلول، مو لمجرد جدال وواحد يقط خطأ على الثاني، لا، يكون في أرضية مشتركة ويكون في حوار، وهذا اللي يخليهم يتجاوزون هذه الأزمات. وحرصهم على العلاقة نفسها، يعني حرصهم على استمرارية العلاقة هي اللي تخليها تستمر. العلاقات العابرة أو اللحظية أو المؤقتة دائما ما يكون في حرص من الطرفين، أو على الأقل طرف من الأطراف أنها تستمر، أو أنه يتعب أو يبذل مجهود عشانها. فهذا الفرق بينهم. طيب، يعني احنا نقدر نقول العلاقات الناجحة لازم تكون هناك يعني ما تكون مشروطة مثل ما ذكرتي، يعني النقاشات الهادفة صح التعبير تكون هي الأفضل لاستمرار العلاقات. طيب، خلينا نتكلم بشكل عام بالعلاقات اليومية، خلينا نسميها مثلا، يعني تعرفت على شخص أنا الحين، في أمور كثيرة ممكن تصير بيني وبينه، سواء كانت مواقف غير المواقف، في شغلات كثيرة. شلون أقدر أحدد؟ يعني في البعض ممكن يكون يعني عنده صعب التحديد او تفرقه ما بين شخص جيد وشخص سيء في العلاقه نفسها. هل هناك معيار معين ممكن استند عليه انا على الاقل؟ يعني انا اشوف من وجهه نظري انا اكون لطيفه لما الشخص هذا يثبت لي العكس، وقتها اكون جاهزه في رده الفعل. يعني لا اتسرع ولا افترض السوء في هذا الشخص، أصفي النية وأكون معاه، بس أكون هم حذر ومستعد أن أنا ممكن يواجهني شيء سيء منه، وأعرف أتصرف على أساسه. بس أني أنا من البداية أعرفه وأحكم وأبعد، لا، ممكن أكون ظلمته. يعني في مثل ما ذكرت انه في بعض الاشخاص شكليا لما تشوفينه ترتاحين له، صح، النظره الاولى تصير، صح، من غير ما تعاشرينه، من غير ما تعرفين شنو فيه ولا ما فيه، ويطلع انسان غير التفكير اللي كان في بالك، صح، والعكس صحيح في كل لا حوالي. تتسرع بانطباعاتك. اوكي، انت مرتاح مبدئيا، في مرتاح، في حوار، في اخذ وعطاء، بس لا تتسرع ان تقول ان هذا افضل شخص مثلا دش في حياتي، الا لما المواقف تثبت لك، الظروف تثبت لك انه هو فعلا شخص يستحق او ما يستحق. وفي حال انه هو ما كان يستحق، على الاقل انت كنت حاط هذا الاحتمال وما تزعل، فممكن ما يأثر عليه تأثير كبير. بالضبط. طيب، ودنا يطول معاك اللقاء أمانة، بس لكن أعطينا كلمة أخيرة أو نصيحة أخيرة تحبي توجهينها. النصيحة أن كل شخص هو يحدد هو شنو يبي من العلاقة وشنو محتاج هو من العلاقة، وأهم شيء يكون في العلاقة الصراحة اللي هي تكون مع لباقة طبعا. ان مثلا مو من اقل موقف ان انا اصد وابتعد، اعطي فرص حق اللي يستحق. هل هذه الفرص اللي انت تذكرينها هل تكون متكرره مثلا؟ يعني انا اقدر اعطي فرص مثلا مره ومرتين وثلاثه، او اكررهم لاربع او خمسه، او في 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 حد معين لهذه الفرص؟ هو على حسب الشخص اللي قدامك، هل هو يستاهل أو ما يستاهل فرص. في إنسان تعطيه فرصة وبس، في إنسان تعطيه فرصتين، على حسب هو إيش كثر عطاك فرص بالسابق، هو إيش كثر تحمل، إيش كثر هو شال بالسابق. فهو الموضوع مثل ميزان، أنت توزن الأمور وتشوف هل هو يستحق مني كذا فرصة، هل هذه مثلا، خل أراجع نفسي مثلا، لما زعلني
هل لي دور أنا في هذا الزعل؟ لأن كل خطأ يكون في اثنين. أكيد طبعا. لابد أن يكون في خطأ مشترك. إنزين وين الخطأ المشترك اللي أنا مثلا سببته؟ فهو على حسب قيمة الشخص اللي قدامك، على حسب تاريخه معك، تعطيه فرص. أكيد يعني المواقف راح تبين لي الشخص كان قدامي كان إنسان جيد ولا إنسان سيء، سواء كان بيأثر علي بتأثير إيجابي أو تأثير سلبي، بالتالي يعتمد على الشخص. الشخص صح نفسه. صح. طبعا أستاذة فاطمة وحيدي كان لقاء جدا شيق معها تمالة، وكان ودي يطول أكثر من كذي لكن ضيق الوقت معنا شوي مسبب لنا مشكلة. كل الشكر لك على تواجدك معنا ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك. مشاهدينا الكرام راح نطلع فاصل قصير وردين لكم إن شاء الله.